اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم بالديوان العام للوزارة مع سعادة السيد تيموثي ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، والسيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بسعادة السيد تيموثي ليندر كينغ مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تتسم به من متانة وقوة، مستعرضا علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تمتينها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعزز المصالح المشتركة، مشيدا سعادته بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أشاد سعادة السيد تيموثي ليندر كينغ بمسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور ونماء على كافة الأصعدة، مثمنا جهود مملكة البحرين المستمرة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والنماء.